ويمكن في كل البيوت المصرية في حالة تأهب واستعداد، لأن النهاردة بيبدأ العام الدراسي الجديد، وطبعا حالة التأهب والاستعداد دي بيكون السبب الرئيسي فيها أحيانا يمكن يعني التوتر أو إيه اللي احنا هنعمله في العام الدراسي الجديد. لكن مع كل بداية عام دراسي كان في قرارات صادرة من وزارة التربية والتعليم، القرارات دي بتكون بخصوص المدرس والطلاب. علشان كده خلونا نقرأ بالتفصيل انطلاق العام الدراسي الجديد من كل النواحي من خلال ضيفنا اللي منورنا فيها الاستوديو الدكتور حسن شحاتة، استاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا أستاذ أحمد، صباح الخير يا فندم. يعني دكتور عاوزين نعرف من حضرتك ازاي بتكون الاستعدادات في المنازل، وفي ايضا لو هنتكلم على المنظومه التربويه بقى المدارس تحديدا. الحقيقه طبعا يعني خليني اهني انا وحضرتك والاستاذه جمانه 23 مليون بيت مصري الان في التعليم ما قبل الجامعي، و3 مليون بيت مصري في التعليم الجامعي، وبنهني وزيرين جدد هذا العام. صحيح. الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. الحقيقة طبعا هو من خلال اجتماعات الوزراء قبل بداية العام الدراسي، ومن خلال المؤتمرات الصحفية اللي أعلنوها، وجدنا أنه عام دراسي يعني جديد وسعيد. عام دراسي جديد وسعيد لأنه هو في تخفف في المرحلة الابتدائية بالنسبة للمناهج رابعة وخمسة ابتدائي، مش هيبقى فيه مشكلة العام الماضي، هيبقى فيه نقل من التدريبات والأنشطة إلى دليل المعلم، المحافظة على المفاهيم الأساسية في الكتاب المدرسي، وضع المفاهيم دي والمعلومات دي في ضوء عدد الساعات المخصصة للتدريس. صحيح. وفي ضوء التقويم ورؤية أولياء الأمور، طبعا من حقهم أن يبقى ليهم رأي وليهم رؤية. ده بالنسبة رابعة وخمسة. أيضا مفيش امتحان رابعة وخمسة، في علامات يعني أحمر وأخضر وأزرق بتدي إحساس بأن الطالب ده محتاج رعاية وعناية، والطالب ده اجتاز الكورس ده، الامتحان يبقى في ستة ابتدائي. بمثابة تحديد مستوى يعني. تحديد مستوى في ستة ابتدائي. إذن انتهينا من مشكلة الامتحانات، انتهينا من مشكلة العبء. بس حضرتك شايف الامتحانات يعني فكرة إن ما يبقاش فيه امتحان دي نقطة إيجابية ولا سلبية؟ لأن أحيانا إحنا ما بنلتزمش غير لما بيبقى فيه امتحان. لا بديل كده، ما هو في أولى وثانية وثالثة ابتدائي ما فيش. وقبل كده من عشرات السنين كان الامتحان في سته ابتدائي، ما كانش امتحان. صحيح. لان النقل بيعتبر آلي في المرحله الابتدائيه عشان يعني ما نستهلكش الوقت المخصص للتدريس في الامتحانات، وما نوترش الطلبه اولياء الامور، والتعليم يبقى فيه متعه وفيه سعاده. لكن زي ما قالت الاستاذه جمانه، في ضوابط، في تقديرات المعلمين، في المستويات اللي بتحقق النجاح. نعم. الحد الادنى اللي بيصل اليه الطالب في النجاح. ده بالنسبه للمرحله الابتدائيه، ودي معالم التطوير اللي ظهرت في المرحلة الابتدائية. لو اتنقلنا المرحلة الثانوية بنجد أيضا البابل شيت موجود. صحيح. لكن في تدريب على الامتحانات قبل الامتحان الثانوية العامة، تطمين لأولياء الأمور. التابلت موجود مع الطلاب في أولى وثانية ثانوي، والامتحانات مدرسية داخل المدرسة. السادة أولياء الأمور كانوا عاوزين امتحان مقال بجانب الامتحان الموضوعي. طبعا يعني أنا بقول لهم بوضوح جدا، امتحان الموضوعي دقيق وسريع ويحافظ على حق الطالب تماما. ولذلك الدكتور رضا حجازي وضع ضوابط لامتحان مقال، ان في التعبير في اللغه العربيه والكومبوزيشن والكومبوزيسيون في الفرنسي والانجليزي، وياخدوا الافكار، عدد الافكار، الاسلوب، الاخطاء اللغويه، فبيبقى في درجات محدده حتى يكون في ثبات في التصحيح. يعني انا وحضرتك لما نصحح ندي تقريبا نفس الدرجه. ده في المرحله الثانويه. في يعني حاجه جميله جدا لاول مره تحدث، بس دي محتاجه لموافقه مجلس النواب، وهو ان الطالب الناجح في الثانويه العامه الذي يريد ان يحسن مستواه ويدخل جامعه حكوميه ويوفر اعباء ماليه خمس سنين على اولياء الامور وينمي من قدراته ومن، فقال ان في بعد موافقه مجلس الشعب في من حق الطالب الناجح ان هو يؤدي يعيد السنه
يعيد السنة. ده نظام التحسين اللي كان موجود قبل كده. لا التحسين اللي كان موجود قبل كده كان سداح متاح الانفتاح. يعني الطالب يخش يمتحن ياخد الدرجة الأعلى 4 مرات فما فيش فرص. وبعدين كل الطلبة بياخدوا الفول مارك. ايه المختلف في النظام ده يا فندم؟ المختلف في النظام ده ان الطالب الناجح طبعا الراسب بيعيد السنة. الناجح في الثانوية العامة من حقه بعد موافقة مجلس النواب انه يعيد السنة. ودي ما كانتش موجودة. فيعني نتصور ان واحد خد 70% ودخل جامعة خاصة او جامعة دولية او جامعة اجنبية بيدفع كل سنة ما يقرب من مثلا فوق 100,000 جنيه في ال5 سنين بيدفع 500,000 جنيه. ده تكلفة على اولياء الامور. ايه الضوابط؟ الضوابط يعني اكيد في ضوابط عشان اعيد السنة حق. اكيد في ضوابط ادام انت عاوز بس عيد السنه المره واحده فقط. عيد السنه مره واحده لسه. الضوابط دي هيحطها حضرتك يا استاذ احمد مجلس النواب. هيحط ضوابط لان طبعا ما بتبقاش العمليه كده مظبوط يعني غير منضبطه. دي معالم يمكن في بقى طبعا الدكتور الحجازي باعتبر انه التكنوقراط وباعتبر ان هو يعني وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزاره الجديده بهدف تيسير على السادة أولياء الأمور بهدف التخفيف التخفيف بما لا يخل بمسيرة تطوير التعليم. صحيح. وهو قال لهم كده أن مسيرة تطوير التعليم مسيرة متنامية لن تتوقف. لأن احنا عاوزين إنسان جديد لمجتمع جديد. إنسان يفكر يفسر يعلل يبدي رأيه يعلق يحترم ثقافات الشعوب. إنسان للجمهورية الجديدة. إنسان للحياة. إنسان لمجتمع ديمقراطي. مش انتهى عصر الحفظ والاستظهار وثقافة الإيداع والتخزين. احنا في عصر التفكير وإبداء الرأي. ولذلك احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم ازاي هيحصل يا فندم وتخفيف ده الطريق طرق التخفيف على أولياء الأمور. ده كل الإجراءات اللي اتخذها الوزير في المرحلة الابتدائية وفي الثانوية العامة وما قالوا كله ده توجيهات السيد الرئيس. ودي ليست توجيهات وزير أو وزارة أو ليست اجتهادات. أيوة بس إيه الآليات يا فندم؟ الآليات ما إحنا قلت لحضرتك إن هو دلوقتي حددنا عدد المفاهيم في 4 ابتدائي وخمسة ابتدائي في جميع المواد الدراسية. حلينا مشكلة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت يعني. انتهت. خلاص يعني حضرتك السنة اللي فاتت إحنا طبعاً اسمحي لي إن أقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور طارق شوقي اللي تحمل عبء مسيرة تطوير التعليم. صحيح. وتحمل عبء يعني كان المفروض نقول له متشكرين في وقت دقيق جدا كمان وقت الحقيقة. دقيق جدا طبعا. وبنقول له متشكر وبنقول له طبعا متشكرين يا دكتور لأنه هو يمكن طبعا. عمل البنية الأساسية للتطوير طيب. وفكره وتربيته في اليونسكو وفكره العالمي واتصاله بأوروبا وبأمريكا كل ده مش سهل. صحيح. دكتور طب خليني أسأل حضرتك ازاي نمكن الطالب من المنافسة والعمل. يعني أنا عاوز طالب يبقى مدرك المنظومة التعليمية ماشية ازاي، مؤهل تعليميا وعلميا، وفي نفس الوقت مؤهل لسوق العمل العالمي بقى مش المصري هو فقط. ده الدكتور اصل وزارة التربية والتعليم مخرجاتها بتصب في وزارة التعليم العالي. صحيح. ولذلك الدكتور أيمن عاشور باعتباره راعي الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية وهو يعني كان أكتف وكان نشيط جدا في إنشاء هذه الجامعات. وصلت 12 جامعة أهلية فيها 52 برنامج جديد بيؤهل لوظائف سوق العمل المستقبلية الخاصة بالبرمجيات والخاصة بالذكاء الاصطناعي والخاصة بالتكنولوجيا في الزراعة والصناعة. صحيح. والتجارة والسياحة. ده كله الثانوية العامة الدرجات بتعبر عن القدرات العام الماضي وهذا العام. اللي نجحوا في الثانوية العامة درجاتهم بتعبر عن قدراتهم الحقيقية فبيدخلوا الجامعة بهذه القدرات الحقيقية اللي يعني هم معدين للتعامل مع التعليم الجامعي للبحث العلمي ودخول المعامل والورش والمشرحة وقدرتهم على التعامل لأن الجامعات التكنولوجية جامعات دولية على أرض مصرية بتهتم بالجانب التطبيقي الجانب المهارات والممارسات اللازمة لسوق العمل. فقبل ما الطالب إن شاء الله يتخرج من الجامعة الأهلية هيكون له وظيفة في سوق العمل لأن هو البوصلة بتاعت الجامعات الأهلية سوق العمل المتقدمة البوصلة بتاعت الجامعات الأهلية هي الدول المتقدمة. صحيح. ووضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية فربطنا التعليم بالعمل
ده لأول مرة في مصر إن التعليم بيرتبط بالعمل، إن ما يدخل الجامعة بيستطيع إن هو يعمل إن شاء الله بكفاءة واقتدار. طيب دكتور حسن، يعني احنا متربيين يمكن على قفل المعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، يمكن وزير التربية والتعليم أكد على هذه النقطة تحديدا وقال بما معناه أنه المعلم لن يستطيع أن يؤدي دوره بدون أن يعني يأخذ المكان اللائقة اللي تليق بالمعلم لأنه هو شريان العملية التعليمية. طيب خليني يعني انا دي نقطه كنت انا مش مهتم يعني مش واخد بالي منها، سيادتك كتر خيرك اشرت اليها. الدكتور رضا حجازي كان نائبا لوزير التعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، شؤون المعلمين صحيح، فكان مهم جدا عنده اللي هو ان المعلم ده، والسيد الرئيس قال ان التطوير قائم على اكتاف المعلمين وان المعلم هو المنفذ وهو المحول هذا الورق الى انتاج، المخرج هذه المسرحيه في اللي واقف على خطوط الانتاج البشري. ولذلك المعلم بقى نعمل له ايه؟ في تدريب للمعلمين في اكاديميه المعلمين في اكتوبر، في وفي كليات التربيه، في بقى مجموعات للتحسين لاول مره بتحدث بطريقه جاده ومخلصه باجور رمزيه داخل المدرسه. صحيح. عوائدها تعود للمعلمين لرفع نسبي في اجور المعلمين لانهم يحتاجوا كل تقدير وكل احترام، لكن الامكانيات المفروض ان شاء الله متصاعده في مصلحه المعلمين. فايضا السيد الرئيس دعا الى ان انا اعمل 1000 قياده تعليميه من المعلمين، ولذلك الدكتور طارق شوقي عمل اختار 1000 معلم من المعلمين الاكفاء ويديهم سنه ياخد فيها دراسه منتظمه في كليات التربيه في الاداره. نعم. بعدها هيبقوا قاده او مديرين للمدارس، لان المدرسه مدير، المدرسه مدير، يعني المدرسه الكف قائدها مدير كوف. صحيح. المدير الكوف هو اللي بيحافظ على النظام، اللي بيتعامل ديمقراطيا، اللي بيعرف شكاوى اولياء الامور، بيعرف شكاوى المعلمين، بيعرف شكاوى الطلاب، ما بيستخدمش العقاب لكن بيستخدم الثواب، بيدير المدرسه بروح الديمقراطيه، بروح الاحترام والتقدير، بروح الدعم المجتمعي. لابد من اللي هو الجهود الشعبيه لدعم. صحيح. المجتمع، لان احنا مطلوب ان الدوله غير قادره وحدها على صناعه تعليم جيد، لابد من المجتمع اللي هو المجتمع المدني، اللي هو رجال الاعمال، اللي هو اهل الخير، اللي هو كل ده لابد ان يصب في التعليم. ولذلك بعض رجال الاعمال الشرفاء انشاوا المدارس التكنولوجيه، وده صيغه جديده للمدارس التكنولوجيه، والسيد الرئيس دعا اليها ان الطلبه دول بيتعلموا مهارات وقدرات بوسائط تعليميه متقدمه عشان يمارسوا العمل في العصر الرقمي في سوق العمل. وفتح جامعات تكنولوجيه، عندنا دلوقتي 4 جامعات تكنولوجيه بيتدرب فيها اولياء الطلاب لأول مرة في مصر وبيتخرجوا، فعملية الحصول على مؤهل عالي موجودة. عملية التدريب بقى والشراكة بين ألمانيا وبين إنجلترا وبين اليابان وبين الدول المتقدمة والتدريب المعلمين هناك، ده كل ده عمل نقلة نوعية في التعليم الفني، لأن التعليم الفني بيصب منتجاته في مشروع 2030 اللي هو مشروع مصر القومي. صحيح. ويمكن زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور حسن ان دكتور طارق شوقي، دكتور عفوا دكتور رضا حجازي تحديدا، هو وزير مش هيختلف على فكره، مش هيختلف، لكنه وزير تكنوقراط. رضا حجازي امتداد لطارق شوقي، لان دول ده نظام الدوله عاوزه تطور التعليم. صحيح. سواء الوزير احمد او ابراهيم او جمانه، وهو مش مهم، هو ده الجديد، وهو ده الجديد يا دكتور فيه. نظام. صحيح. وده الجديد يمكن في الجمهورية الجديدة في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنتحدث على استراتيجية. الاستراتيجية بتوضع أو يتم وضعها، ثم يأتي من يبني ويكمل على الاستراتيجية الأساسية الثابتة اللي موجودة، ويمكن ده اللي بيخلينا بننهض بأغلب القطاعات بعد ما كان لأول مرة في تاريخ مصر. صحيح. واللي احنا يبقى عندنا وزير تكنوقراط، وزير من المنظومة التعليمية، ده بيعكس يعني حالة من حالات حس، وايضا بيعكس حاله من حالات التفاؤل في الوسط التعليمي تحديدا، لان زي ما حضرتك ذكرت
دكتور رضا حجازي هو ليه باع طويل في التربية والتعليم، كان مسؤول عن نائب الوزير لشؤون المعلمين، أيضا كان مسؤول عن التدريب، قطاع التدريب في التربية، صحيح، واستاذ في التربية ومسؤول عن قطاع التدريب، وأيضا كان مسؤول عن وضع المناهج، فيعني له عدد من خبرات. الخبرات المتراكمة اللي هتقدر اللي هي تبني وتخلينا نعظم الاستفادة من مواردنا البشرية اللي أهمها المعلم، لأن هو الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية. لكن في تكليفات واضحة وصريحة خلال هذا العام الدراسي للإدارات التعليمية بأن هي تختار 25% من المدارس التابعة ليها علشان تعمل فيها اليوم الثقافي وأيضا التعليم بالمشاهدة واليوم الرياضي. شايف انعكاس ده إيجابا؟ يعني طبعا دي من معالم تطوير التعليم. يمكن أنا مش ملم بكل هذه المعالم، بس سيادتك والدكتور والأستاذ جمانة يعني على وعي بالمسيرة أكثر مني الحمد لله. هو في يوم اسمه اليوم ثقافي وفني ورياضي، نعم، دكتور رضا حجازي هيعمله في نهاية الأسبوع أوبن دي لهذا اليوم، برضو تأكيدا لتوجيهات السيد الرئيس في اكتشاف المبدعين والمبتكرين ورعايتهم وتقديم العون لهم حتى لا يتسربوا. ولذلك هؤلاء يتم هذا اليوم إن شاء الله بمعاونة منظومة اللي هو دكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء بيعمل كمنظومة وليس كجزء منعزلة، وزير الشباب والرياضة، وزيرة الثقافة، الإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، كله بيتعاون مع بعضه من أجل هذا المستقبل، من أجل الرصيد الذهبي لمصر اللي هم الشباب، صحيح، اللي احنا بنشكلهم. والسيد الرئيس أكد على ضرورة اكتشاف المبدعين والمبتكرين ورعايتهم وتقديم العون لهم وعدم تسربهم في التعليم الجامعي، والرعاية دي تستمر، لأن دول اللي هيقودوا مصر، دول المصابيح التطوير في أي مجتمع، صحيح، إن تعمل كتلة حرجة. ده أكيد يا فندم. بس خليني أسأل حضرتك، لأن احنا وقتنا يعني قرب يخلص للأسف. احنا لو هنتكلم تحديدا على صفوف النقل بالعام الدراسي الجديد، في نظام هيطبق نظام أعمال السنة بدون تحكم شخص فيه، تمام، هو ضمانا لأن المدرسة الطلاب ينتظموا فيها، وده الهدف الأسمى لوزير التربية والتعليم، عودة الطلاب إلى المدارس. المدارس مهولة بالطلاب، وده دور الدولة في أنها تعلم داخل المدرسة. كان لابد من وضع مجموعة من الحوافز والمحفزات، بلاش نقول الضوابط، منها إن هو بيعمل بحث جماعي مع زميله، منها ان هو بيشترك في الأنشطة، منها ان الحضور والانصراف عليه درجات، منها ان المعلمين هيمسكوا درجات في حدود 15% في سنوات النقل. ده طبعا تحت وجود الوزارة والمتابعة الميدانية ومجالس الآباء والمعلمين والمديرين. فإن شاء الله، وهو في الدكتور رضا حجازي محبوب من المعلمين وفي ود بينهم وبينه باعتباره معلم، فإن شاء الله يكون في نجاح للمعلمين في تأهيل للمدرسة وانتظام الدراسة فيها. عن دراسة يبقى في سهولة وفي يسر وفي تعاون، بس محتاج إيه؟ محتاج مساندة من المامز، كتل الأمهات دي مهمة جدا، لأن هم بيقعدوا مع هم دول أساس التطوير، لأن دول لو رضوا عن التطوير هيدفعوا التطوير، ودول الأصل بيقعدوا. الأم بتقعد مع الولد في البنت في البيت وعارفة المقررات وفهمها زي المعلم وأكتر، وعارفة دي صعب ودي سهل ودي طويلة ودي قصيرة ودي مفيدة ودي وظيفية ودي غير وظيفية. فالمامز ياريت ان هم يكونوا ايجابيين بوجود هذه المؤشرات المبشره مع بدايه العام الدراسي، صحيح، مساندين للوزير ولقراراته. احنا كاعلام برضو نساند، كتربويين نساند، لان الهدف الاسمى هو زي ما قال السيد الرئيس بناء انسان جديد للجمهوريه الجديده. نعم، ويمكن ده اللي احنا بنسعى ليه في ظل حاله التفاؤل والارتياح اللي موجوده حاليا، ويعني بندعو للبناء على هذه الحالة من التفاعل. بنشكر حضرتك الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. شكرا يا فندم لوجودك معنا في صباح الخير.